حبيبي عايز له سكر منين اجيب له سكر ده حبيبي عايز له سكر منين اجيب له سكر باب الحكومة مسكر حبسوني وحبسو سو يا سو حبيبي حبسو سو يا سو حبيبي حبسو حبيبي عايز ياسمينة منين اجيب ياسمينة ده حبيبي عايز ياسمينة منين اجيب ياسمينة دول علوا السور علينا وحبسوني وحبسو سو يا سو حبيبي حبسو سو يا سو حبيبي حبسو حبيبي عايز لولولي منين اجيب لولولي ده حبيبي عايز لولولي منين اجيب لولولي دول سرقوا اللولي يا لولي وحبسوني وحبسو سو يا سو حبيبي حبسو سو يا سو حبيبي حبسو يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان ونتمنى تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا معانا النهارده في حلقه نهايه الاسبوع في 4 شارع شريف النهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع انيسه اهلا انيسه ازيك اخبارك ايه الحمد لله منوره كالعاده يعيشك يا عامله اكل النهارده عاملين سلطه بطاطس مسلوقه بمايونيز ده هو بيتي وعاملين الميلفوي محشي مشرومز وفراخ ميلفوي حادق حادق أوكي. محشي مشرومز وفراخ وبشاميل دول بطريقه مدام امال مدام جلال. امال اوكي الله يرحمها الله يرحمها ميرسي ان انت ما شفتيهاش وما التقيتيش بيها وبتعمليها وصفاتها ما شاء الله عندها وصفات حلوه قوي قوي هنحلي ايه وعاملين ميني تخت عليها الكاسترد الزبادي المراعي بقطع الفراوله اوكي وعليها مرانج وعليها عنب الله عليك منورون عايش بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي هنلعب شويه رياضه والحركه وبركه مع كابتن طلعت ومعاه كابتن نبيه وكابتن بودي اهلا وسهلا ازيك يا طلعت كله جميل يا اصفراتك اخبارك ايه كله جميل هلو بودي عامل ايه نبيه ازيك انت مضايق انيسه ليه ما اقدرش جت قالت لي الولد ده مضايقني لا ما اقدرش اعاقبهولك ممكن اعاقبه دلوقتي اوكي موافقه ماشي انزل اعمل ضغط انزل بس انزل هنا يلا 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 هنا عايز كام خليك بس انت اخرك كام يومك 10 اخرك ده انت مدرب بودي على ضهره ظهره اعمل ايه طيب الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه يلا يا طلع يلا بدل ما اجي انا كمان وتبقى ايه اسمع الكلام اقعد اسمع الكلام اقعدوا يلا يلا واحد ايوه بس ها مالك احمرت كده في ايه؟ في ايه؟ عايز تاكل؟ عايز تاكل حرام هتكلم على ايه يا طلعت؟ مبسوطه كده؟ خدنا بطارق هنتكلم عن هي النشويات وليه النشويات بتتخن؟ ليه النشويات؟ بتتخن بتزود الوزن بالظبط كده اهلا وسهلا منورنا نختم يومنا بقى النهارده ونتكلم عن مصر القديمه والمصريين القدماء وملك من اعظم الملوك النهارده معانا جلادس حداد اهلا اهلا وسهلا شريف مبارك ايه الحمد لله منوره ميرسي نور كلمني عاملين النهارده ملك سنفرو بابا خوفو ايوه فاكره ده ملك عظيم جدا جدا وقعد يبني في اهرامات ما تعجبوش يبني أيوة. في اهرامات ما تعجبوش
بس بالزبط. ده جاي في مصلحتنا ان هو ساب لنا اهرامات كتير. بالظبط كده. اهلا بيكي. ميرسي. معانا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. زي كل يوم خميس بنختم الانترو باغنيه خاصه بالافراح. تمام. والناس اللي بتتجوز يوم الخميس وكده. طب استنى كده، في حد عايز يتجوز قريب؟ شكرا. مفيش. مين عايز يتجوز؟ ماهر. مين؟ ماهر. هو فين؟ لا. يلا بدنا نتجوز على العين. يلا بينا. يلا نسمعها بعد كده فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع أنيسة. خليكم على سماحة مزيكا. وبدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بعنا عزوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد. بعنا عزوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد. يا عيوني ليلى وبدنا 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 بدنا نعمل سهرة كبيرة، بدنا نعزم كل الجيرة. بدنا نعمل سهرة كبيرة، بدنا نعزم كل الجيرة. يا طيور المحبة طيري طيري وما تروحي لبعيد. بدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بعنا عزوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد. بعنا عزوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد. بدنا نتجوز على عيد. ايوه مبروك مبروك. 24. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وكابتن طلعت منورنا ومشرفنا. اهلا حبيبي. يا اسفراتك حاجه لموني منجاوي خالص. ومعنا كابتن بودي وكابتن نبيه. اهلا يا شباب، اهلا وسهلا. كلامنا على ايه النهارده؟ هنتكلم عن النشويات او الكربوهيدراتس. ايه فكره النشويات؟ خلينا نقول ان النشويات هي حاجه من الحاجات او من اهم الحاجات بعد الدهون اللي ممكن تخلينا يبقى سبب من اسباب الزياده على مدار اليوم. يعني لو احنا مش مقننين فكره الكربوهيدراتس بناء عن احنا المفروض ناكل قد ايه من النشويات، هتخلينا نروح في حته ان احنا نتخن. فهي حاجه ممكن تخلينا يا نتخن يا نخس. فلو احنا فهمنا الكلام اللي هيتقال النهارده كويس وبدانا نقننه، انت هتلاقي نفسك بتخس بالتدريج فعلا. اه طبعا. ان الواحد يخس بالتدريج اعتقد ده افضل من الواحد كتير. يخس مره واحده صح؟ طبعا طبعا طبعا. مش حلو اللي خسان التجريد؟ انا قلت تجريدي. التجريدي اه. في ناس بتتبع انظمه غذائيه عنيفه عشان خاطر عنده هدف معين في وقت قصير، فهي للاسف لما بيرجع تاني ياكل بالطريقه الطبيعيه في خلال يومه بيتخن بسرعه. وهي دي الفكره، انه انا بحاول اوصل للناس انت محتاج تعدل اللايف ستايل من الباد هابتس او من العادات السيئه اللي انت بتعملها في الاكل. واحنا اكلنا عاده اغلب الاكل هو نشويات. فخلينا نفهم اصلا ايه فكره النشويات. انا ما اقدرش اعيش من غير نشويات. ما بقولكش ما تاكلهاش بالذات الرز. اه طبعا 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 طبعا، ما ينفعش من نمنعه. ليه؟ لان ده مصدر الطاقه الاولي في جسمنا. تعالى اسالك كده بالظبط، هو البنزين بتاع العربيه. انا عمري وانا باكل ما فكرت كده ان ده مصدر. انا باكل عشان الاكل ده طعمه حلو. لا او ريحته حلوه. حلو انت حلو. انت عارف الرز اول ما يتعمل ويبقى طازه كده انا اقعد اكله حاف. انت بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم. انت ماه، انا كنت زمان بحط عليه سكر وانا صغير. لا لا لا، في طبعا. لا لا انا باكله حاف بجد، ده مش هزار. اه
بص مش عشان الدين انت تحمد ربنا، تحمد ربنا عشان انت طبيعه جسمك مش مخلياك تعمل ده، تتخن باكل وبنكر. لكن في ناس للاسف هي مجرد ما تشم الاكل بالذات النشويات تلاقي جسمها زاد مره واحده. صح. فخلينا نقول ان هو الكربوهيدرات او النشويات دي هي مصدر الطاقه الاولي، وهي عامله زي البنزين بتاع العربيه. لو انت النهارده طالع من اكتوبر رايح التجمع، هل انت محتاج انك تعمل فول تانك للعربيه؟ لا، انت محتاج حبه بنزين يوصلوك المشوار ده. لكن لو انت النهارده طالع من القاهره طالع اسكندريه، لا انا لازم احط فول تانك لان انا هعمل مجهود كبير مسافه طويله. هي دي نفس الفكره اللي انت لازم تفهمها لجسمك. انت النهارده يومك ماشي بانهي طريقه عشان خاطر تحط كميه البنزين المناسبه ليك في اليوم. فانت مثلا احنا عندنا ثلاث طرق من النشويات، حاجه اسمها هاي كاربوهيدراتس اللي هي الثلاث وجبات في خلال اليوم بيكون فيهم نشويات، وعندك المودريت كاربوهيدراتس اللي هي وجبتين بس في خلال اليوم فيها نشويات، وعندك اللو كارب اللي هي وجبه واحده في اليوم فيها نشويات. انت اي واحده فيهم؟ انا باخد الاثنين اللي هي الحته اللي في النص. الناس اللي عايزه تتخن تاكل الثلاثه، بتاكل ثلاث مرات في اليوم كاربوهيدراتس. الناس اللي المفروض عايزه تقنن فكره الخساسين وعايزه تبتدي ان هي تخس بتتبع اسلوب يا اما تاكل وجبتين في اليوم نشويات يا اما وجبه واحده نشويات. تعال نفسر بس فكره النشويات دي عباره عن ايه. انت عندك كومبلكس كارب او النشويات المعقده، وعندك السيمبل كارب اللي هي النشويات البسيطه، وعندك الالياف. تمام كده؟ دول التلات عناصر اللي بيدوا نفس النتيجه اللي هي مصدر الطاقه في جسمك. النشويات المعقده زي الرز، المكرونه، البطاطس، البطاطا، العيش، الشوفان. تمام؟ النشويات البسيطه اللي هي عامله زي العصير والالبان والسكريات. دولت البسيطه. دول البسيطه. طيب كده خلصنا اللي هي البسيطه؟ بالظبط كده، ناقص لنا اللي هي الالياف. ايه هي الالياف؟ زي الفاكهه والخضار السوتي او الخضروات بشكل عام. الفكره النهارده النشويات المعقده دي هي اللي بنتكلم فيها في ان هي تتاخد يا ثلاث مرات يا مرتين يا مره، بناء عن انت هتعمل انهي مجهود. تمام؟ فلو احنا بنتكلم على النشويات المعقده دي، انت المفروض الوجبه الاساسيه او الوجبه لوحدها المفروض ان انت بتتراوح ما بين 40% من الوجبه ل 60% من الوجبه، كميه المقدار اللي انت بتاخده. 60% ده لو انت عايز تتخن. ال 40% دي من الوجبه لو انت عايز تخس. فالمفروض الناس لو هي عايزه تخس المفروض ان هي تبتدي، لو هي بتاكل كميات كبيره من النشويات تبتدي تقلل الكميات. لو انت النهارده هتبتدي ان انت تقنن الفكره في ان انت تاخد وجبتين فيهم نشويات او وجبه واحده فيهم نشويات، ما ينفعش الوجبات الباقيه تكون من غير الكومبلكس كارب او النشويات المعقده. المفروض تكون فيها ايه؟ البديل بتاعها اللي هو السيمبل كارب اللي هو زي ايه؟ زي الفاكهه او الخضار السوتيه. ليه؟ لان البروتين ما بيحصلوش ابزوربيشن او امتصاص الا من خلال لازم يكون فيه نشويات. طيب احنا النهارده بنتكلم على فكره انه سوري الكربوهيدرات البسيطه دي ناس كتير قوي مش فاهمه ان دي حاجه بتتخن. شرب العصائر الكتيره والسكريات الكتيره دي بتتخن وبترفع معدل السكر في الدم بطريقه مفاجئه. ليه؟ في بعض الفاكهه كمان زي المانجا، الموالح، المانجا، موالح، الحاجات الموالح دي كلها هي بتعمل احتباس للميه تحت الجلد. فالناس لازم تفهم وتستوعب، تفهم طبيعه جسمها وهي محتاجه ايه. انا النهارده لو انا هتمرن وعايز ازيد فانت محتاج تاكل ثلاث وجبات في خلال اليوم فيهم نشويات بكميات فيها 60%. لكن لو انت النهارده هتتمرن تمرينه خفيفه مش محتاج ان انت تاخد الثلاث وجبات، هتاخد وجبتين بس. لو انت النهارده عايز تخس انت تاكل وجبه واحده بس اللي هي قبل التمرين تكون فيها كميه نشويات معقده عشان تقدر تعمل مجهود كويس جوه التمرين. بعد التمرين تاخد السيمبل كارب اللي هو زي الخضار السوتيه او الفاكهه مع البروتين بتاعك. فلازم نفهم الحته دي لانه ناس كتير مش قادره تستوعب ان ده مفتاح من المفاتيح اللي تخليك يا تخس يا تزيد بطريقه مفاجئه. اوكي ماشي. بس قولي انت كنت هتقول اسال حاجه؟ يعني المكرونه بالبشاميل دي ايه؟ شوف انا بقول ايه وهو بيتكلم في حته تانية. تمام. لا بجد؟ محشي. احنا كل اكلنا المحشي. بس ليه المحشي دي واحد؟ ليه المحشي بيتخن؟ انا ما شفتش حد بيعمل المحشي عادي، يا اما بالليه يا اما بسمنه بلدي يا اما بلحمه محطوطه جوه. ما كل لا ده دهون. لا ما بنعملش المحشي كده خالص. امال انت بتعمله ازاي؟ ولا بالليه ولا باللحمه اصلا. بتعمل دايت يعني الرز والمحشي.
بس التخديع بقى، التخديع نفسها اللي هي عباره عن طماطم ومعموله ومطبوخه في قلب لا 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 لا, لا, لا ما بتتقدح انت. ده الرز الرز بيتسوى نص سوى الاول وبعد كده بيتحشي وبعد كده جه تحطه على على لا لا لا, لا 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 بتحشي المحشي بالرز ني وبتحط عليه مرقه. حلو. بتقعد قد ايه بقى؟ ما هو كل ده طب يعتبر الـ 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 الطماطم والزيوت أيوة والكلام يعني ده كله. عايز اقول لك حاجه بقى، قول لي طبعا. معلش بجد انا بتكلم بجد. الاكل المصري من اكتر الاكلات اللي بتتخنش. معاك يعني الجزء بتاع الخليج عنده لا. كميه الرز والكلام ده كله اكتر بكتير يعني من عندنا. بتكلم على اوروبا مثلا. يعني البيتزا دي ايه؟ بيتزا ولا المحشي؟ ما احنا رايحين في حته يعني الجنك فود. لا الجنك البيتزا من جنك فود بس يعتبر من الحاجات لا 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 البيتزا انت البيتزا اللي بتعمل في البيت دي الاكله الشعبيه في جنك فود إيطاليا. خالص هي مش جنك فود خالص. انا اصلا مفهوم الجنك فود بالنسبه لي اي حاجه سريعه. لا لا ما هي مش حاجه سريعه البيتزا. دي اكله الشعبيه في ايطاليا. حلو. معموله بدقيق ابيض صح؟ هي تخن اكتر من المحشي. ما هو دي معموله بدقيق ابيض. لا ما ثانيه واحده، هي الاثنين بيتخنوا، مفيش حاجه اسمها تخن اكتر، الكميه هي اللي هتفرق. طيب في المقدار بتاعك اللي انت بتاخده. اذا انا ممكن اكل محشي 3 4 حتت وخلصنا. شكرا. وسلايس بيتزا وخلصنا. لو دي طريقه من الطرق. لو انت قننت الفكره، يعني ما بقولكش نحرم نفسنا من الحاجه، ما بقولش ده خالص، بس انت النهارده اغلبيه الناس اللي عندها شهوه الاكل ان هو العاليه بياكل كميات كبيره. بس انا عايز اقوله ان الاكل المصري مش اكل بيتخن زي الاكل بتاع بره. بره في بعض الاكلات الشعبيه يعني امريكا الاكله الشعبيه بتاعتهم الهامبرجر والهوت دوج خلاص صح. دول بيتخنوا طبعا 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 بالمايونيز بقى والمسترد بلا بلا بلا. البيتزا الاكله في ايطاليا بتتخن طبعا خلاص طبعا. البايايا في اسبانيا هي كلها رز. انت بتتكلم على نوع واحد بيميز البلد صح؟ احنا عندنا لا 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 الاورينتال كله لا لا او الاكل الشعبي بتاعنا يعني كله. يعني الملوخيه بتتخن؟ انت بتتكلم انه انت الملوخيه ما بتعملش لوحدها، هتلاقي بطاطس ورز معاها. بطاطس مع ملوخيه؟ لا ما هتلاقي في رز معاها صح؟ هتلاقي كل الاكلات هم نوعين نشويات بس بره في قلب بعض. يعني بره الفرنسيين بيستخدموا كميه زبده في الاكل مش طبيعيه. مرعبه. يعني هو الكرواسون والباتيه ده ايه؟ ده كميه زبده مرعبه. الزبده الطبيعيه افضل من السمنه اللي موجود. يعني هي لا، هي السمنه البلدي بتاعتنا دي ما بتتخنش. بالظبط ده اللي بقول لك عليه. السمنه بتاعتنا البلدي هي اشبه من الزبده او اشبه رايحه للحته دي. الكشري بيتخن؟ هو كبار عباره عن كميه نشويات، كل انواع النشويات محطوطه في قلب بعض. بس تاني هعيدها لك، الموضوع ليه دعوه بالكميات اللي انت بتاكلها في اليوم. طب بص بصراحه قنن الفكره. انا جعان. انت ما شوفش واخد بالي. واخد بالي انت جبت كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، البيتزا والبرجر والهوت دوج. ده طلعت في الكد. تمام. قوموا العبوا رياضه. يلا بينا. تلعبوا ايه؟ قول للناس. بطن جميل. بطن يلا. فورمه الساحل بقى وكده يا اولاد. احلى حاجه الكرش. حطوا لنا مزيكا. ماشي. كرانشز اول حاجه. لجريز. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me.
لحقتوا عملتوا حاجه؟ تعبتوا؟ يعني تمرينه خفيفه كده، تمرينه خفيفه حاجه صغنونه. بس شرفتونا ونورتونا بوجودك. شكرا كابتن طلعت على كل الكلام اللي قلته النهارده والنصايح اللي قلتها، بشكرك. شكرا ليك. شكرا كابتن نبيه وكابتن بودي، نورتونا كالعاده، اشكركم. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع جلادس حداد، خليكم معانا لو سمحتوا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. تحيا مصر. تحيا مصر. أيوة. اهلا، ازيك يا شريف؟ حلويات دي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه في الصيف والحر؟ اوه فرهده؟ الحمد لله. فرهدين. بصي انا ما عنديش مشكله مع الحر، انا عندي مشكله مع الرطوبه. الرطوبه يعني الواحد يستحمى ويطلع يبقى ملزق بعد هنقعد طول النهار تحت الدش. لا الرطوبه وحشه قوي. بشعه. اخبارك ايه يا جلادس؟ الحمد لله. هنتكلم عن مين النهارده؟ هنتكلم على سنفرو. ده ملك عظيم. ده بابا خوفو؟ ايوه. اوكي. طيب. يعني خوفو اسمه خوفو سنفرو؟ بالظبط كده. و و و خفرع خوفو سنفرو. ايوه. مش خفرع اخوه. ثلاثي بقى. خفرع ابن خفرع خوفو سنفرو. خفرع ابن خوفو. ابن خوفو. ومن كورع ابن مين؟ ابن خفرع خاء افرع. خفرع. ما كنتش بقول بقى خفرع خاء افرع. ما هو انت تقوليها كده احنا مش هنعرف نقول خاء افرع دي، هنقعد كتير. ماشي. طب احكي لنا سنفرو ده. طيب أخبر. احنا فاكر الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا على الملك زوسر. وكان الأسرة التالتة. آخر بقى ملك في الأسرة التالتة اسمه حوني. حوني ده كان يعني آخر ملوك الأسرة التالتة، وفي الغالب الأسرة انتهت، ما كانش عنده ولاد، كان عنده بنت اسمها حتبحرس. فسنفرو اتجوز حتبحرس وبقت هي الملكة. تمام. وبقى هو سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. أوكي. اعتقد ان احنا عملنا أسرة جديدة علشان دي أسرة بناة الأهرام. خلاص. هو طبعا الأسر دي اتحددت الثلاثين دول يعني مش زمان، قريب في العصر اليوناني الروماني. هم اللي قسموها العصر اليوناني البطلمي. يعني البطلمي مانيتون السمنودي. مانيتون السمنودي طبعا هو اللي قسم القسم. بس هم ما كانش عندهم الكلام ده. لا 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 خالص، ما فيش كلام. ما كانش فيه بقى الأسر ورمسيس الأول ورمسيس الثاني والحاجات دي. لا. اوكي. تمام. ميش. طيب سنفرو اتجوز حتبحرس بنت الملك حوني، وهو بقى اللي أسس ايه الأسرة بقى. احنا بنتكلم في حوالي 2600 قبل الميلاد. انا حابة اتكلم على هكلم شوية عن الملكة حتبحرس. الملكة حتبحرس هي اول ملكة في التاريخ المصري القديم تاخد لقب الزوجة الملكية. اوكي. فدي كانت حاجة مهمة جدا. اوكي. طيب ملك سنفرو احنا قلنا بنتكلم في حوالي 2600 قبل الميلاد، هو عجبه الشكل بتاع الهرم المدرج، وحب ان هو يبني هرم حقيقي كامل. تمام. okay. ادي تمثال الملك سنفرو. تمام. okay. هو مكسور في حته منه مكسور. ده في اي متحف؟ المتحف المصري. اوكي. اللي في التحرير. طيب عايزه اقول لك حاجه على فكره الهرم نفسه. هو
مش بس أشعة الشمس، هي برضو فيها جزء من نظرية الخليقة اللي هو البنبن، اللي هو البنبن في اللي هو أول أرض اتكونت في المحيط الأزلي، كان الأرض كلها مية وطلع التل الأزلي بنبن. بنبن؟ بنون بنبن. دي يعني بتسمي على اسمها اللي هي في أسوان؟ اه اللي هي السولر صح؟ اه الفندق اللي هناك ده. لا مش الفندق، في المكان اللي فيه السولر الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية مش عارف هو اسمه كده؟ اسمها بن 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 اه. لا مش عارفه، لا اللي انا بتكلم مش عارفه دي ماشي. أوكي. بتكلم على البنبن ان هو برضو عامل زي ايه اشعه او الشكل الهرمي. خلاص، فاول هرم بنوه للملك سنفرو، بس بقول لك اول هرم بنوه للملك سنفرو موجود في ميدوم. هرم ميدوم، ميدوم دي في الفيوم. خلاص، في صوره انا جايباها للهرم ده وهو لم يكتمل، شايف؟ ده في الفيوم؟ ده في الفيوم. وايه اللي قدامه الفيوم؟ ما هو ميدوم ودهشور وسقاره كلها على خط واحد. ماشي تمام. لفتره قريبه كان الاثريين معتقدين ان ده هرم الملك حوني. ومؤخرا يعني قالوا ده لا هرم سنفرو. ده بيتدخل؟ لا انا ما دخلتوش، لا انا رحت شفته طبعا من بره، لكن لا مش مفتوح للزياره. الشكل ما عجبوش خلاص، والكلام اللي لقيناه مكتوب عن الملك سنفرو في الفتره دي ان هو كان شخص لطيف جدا والناس كانت بتحبه وكان عنده كاريزما كده وبيضحك، انت فاهم؟ فما عجبوش الشكل الهرم ده، فقال لهم ايه لا نبني هرم تاني. خلاص، فبنوا الهرم اللي احنا راح دهشور وبنسميه الهرم المنكسر. ده كان بايظ خالص. هو مش بايظ خالص على فكره، هو يعني اهو بص عامل ازاي. هو لا مش قصدي على ده، قصدي على واحد تاني اللي هو لا ده التاني ده من طوب اللبن. لا ده الهرم المنكسر. مشكله الهرم ده ان المهندس لما جه يبني الهرم ابتدى بزاويه ضيقه، فلما طلع بالهرم هو خاف ان يبقى ده فيه تقل جامد على القاعده فالهرم ينهار، فراح كاسر الزاويه، فبقى عندك ايه اتنين مصطبتين تحس ان هو مصطب، لكن هو هرم حقيقي كامل. ووزن الهرم ده 6 مليون طن الحجاره. ايه؟ ده زي الهرم الصغير؟ زي الهرم الكبير. ده الهرم الكبير؟ اللي هو الهرم ده كبير قوي كده كبير، مش زي الهرم بتاع خوفو. لكن الحجاره اتقل واكبر. وعايز اقول لك هو حلو قوي يعني. انا بحب اتفرج على فين؟ في دهشور. المهم الملك سنفرو ما عجبوش الشكل طبعا لان هو مش الشكل الهرمي، فقال لهم هو ايه اللي خلاه يفكر في شكل هرمي اصلا؟ الهرم المدرج. دي كانت البدايه. تمام، ف قال لهم لا انا مش عاجبني ايه المنظر ده اللي انا هدفن فيه، وعملوا له هرم تاني احنا بنطلق عليه الهرم الاحمر. ده موجود برضو في دهشور. ادي الهرم ده حلو. ليه سموه الهرم الاحمر؟ لان كانوا بيستخدموا حجاره من الحجر الجيري لونها احمر، ما فاضلش كتير من اللون الاحمر، شويه كده خفيف عند المدخل، بس ده بيعتبر اول هرم كامل. ده قد هرم من كورع؟ لا اصغر شويه. أصغر لا اكبر من هرم من كورع. قد ايه؟ خفرع؟ لا اصغر شويه من خفرع. بين خفرع ومن كورع؟ بين خوف وخفرع. بين خوف وخفرع. الهرم كبير. وبيتدخل؟ في ايه جوه؟ غرفة الدفن، ما فيهوش أي حاجة، غرفة الدفن. تابوته موجود؟ لا ما فيش أي حاجة، ما لقيناش أي حاجة. يعني هو اتدفن فيه أصلاً؟ في الغالب اتدفن في الهرم المنكسر. أوكي. ما حدش عارف. طب ليه بتقولوا في الغالب؟ يعني مع الأثريين بيقولوا كده في الغالب إن هو اتدفن في الهرم، لأن تقريباً غرفة الدفن بتاعة الهرم الأحمر مش مكتملة. يعني حتى أنت ما بتدخل. هو ممكن يكون مات من غير ما الهرم ده يكون خلص؟ هو بص ما اعتقدش، لان هو الهرم خلص، هو بس غرفه الدفن مش زي ما احنا متعودين. ان يعني انت بتخش غرفه الدفن تلاقي ايه حجاره من حجر كبيره كده مرميه في الارض. ليه؟ مش عارفين، فعشان كده بقول
احتمال ما اكتملش او في اللحظه اللي كانوا مثلا بيخلصوا فيها غرفه هو الدفن مات. هو يكون مات فاتدفن في الغالب الدفن. طب الاهرام الاحمر ده من بره كان املس ولا كان كده برضو ولا مش معروف؟ مش معروف. مش طب كملي لي بعد طيب. كده زي ما قلنا في الغالب الدفن في الهرم المنكسر، وفي الجهة الجنوبية من الهرم المنكسر في هرم صغير، ده كان الهرم بتاع الملكة حتبحرس مراته؟ اه دفنها جنبي. في الغالب بقى يا شريف ان حصل سرقة ايام، بس هو الاختلاف هنا، هل اتسرق ايام سنفرو ولا اتسرق ايام خوفو؟ ايه اللي اتسرق؟ المقبره بتاعه الملكه حتبحرس، لان خوفو بعد كده اخد اللي فاضل من المقتنيات بتاعه مقبره والدته الملكه حتبحرس وراح دفنها في الجهه الشرقيه من الهرم بتاعه في الجيزه. دي دي ايه ده الحاجات دي؟ دي زي دي احد بص السرير والكرسي وزي صندوق كده والاوضه معموله من الخشب متعامه بال هو الاوضه دي من ساعتهم يعني بتاعتهم؟ لا دي محطوطه فين الحاجات دي؟ دي كانت موجوده في متحف المصري، بس اعتقد ان هي بقى لها فتره مش موجوده، اعتقد هتتنقل للمتحف الجديد. اوكي ورينا اللي بعدها كده. بص بقى ده الكرسي اللي هي كانت بتقعد عليه، وفي الغالب هي كانت صغننه برضو صغيره مش ورينا اللي بعده. أوكي. ده برضو صورة تانية للكرسي بتاعها. اوكي. فاهم بتبقى قاعدة وهما بيشيلوا الكرسي على كتافهم. طيب احنا وريني اصورها معلش. اوكي. دي بتاعتها؟ اه فضة. فضة؟ اه. اوكي. خد بالك احنا ما كانش عندنا فضة. فالفضة دي كانت غالية قوي. كانت أغلى من الذهب. اوكي. طيب. طيب. ارجع يا. لا هقول لك حاجة. نتوقف. نسمع أغنية ست صباح صوت مؤمن خليل يانا يانا. أوكي. فاصل نرجع نكمل الملك سنفرو. أوكي. مزيكا يانا 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 فحبيبي أموت أنا أموت أنا فحبيبي وأموت أنا بلهيبي وعذابي وحبيبي وحبيبي مداريبي علشانه أموت أنا يانا يانا يا تعبني يانا يانا يا سايبني للعذاب يسهر عليا والسهر يتسلى بيا لو صحيح مشتاق بيا ليه بتتلفت عليا واما بتقابلك عينيا ليه بتهرب من عينيا واموت انا بلهيبي وعذابي وحبيبي وحبيبي مداريبي علشانه أموت أنا. أيوة أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف ايوه بقى ايوه بقى منورانا. نكمل كلامنا عن الملك سنفرو. احنا قبل الفاصل اتكلمنا كنا شفنا مقبره زوجته مقتنياتها هي ام خوفو، قلتي ان هي اتسرقت. السؤال اللي عندي هي المقابر بتاعتهم كانت تتسرق وهم لسه موجودين؟ طبعا في الغالب كان عندي احساس ان المقابر المصريين القدماء ابتدت يتم سرقتها بعد عصر الأسرات يعني، لأن هم بالنسبة لهم دي حاجة مهمة جدا، فإزاي حد يتجرأ يخش يفتح المقبرة ويسرقها؟ لأن هم بشر في الآخر. مين هم؟ الحرامية يعني الفيل. وزي ما كانوش بيقبضوا عليه. أنت عارفة خوفه ده لو كان لا هم
هم قبضوا على ناس بس مش وقت خوفه. كنت هقول يا لو خوفه ده عرف مين اللي سرق مقبره كان والدته. كان علقه فوق الهرم. كان مسكه بالظبط، كان زرعه وبتاع، حط فحصه بالبتاع في ما كانش حد عمره هيفكر يسرق. بص بقى هو كان لازم يبقى في قانون بيجرم ده ساعتها. ايوه طبعا، ما ده حقيقي، بس احنا يعني ما جاتلناش اي معلومات او مصادر ان هم لقوا الحراميه اللي سرقوا المقابر في الوقت. لكن في الدوله الحديثه احنا اتكلمنا قبل كده على سرقه مقابر وادي الملوك. طيب خوفه بقى في الغالب لما اكتشف سرقه هرم والدته الملكه حتب حرس، اخذ المقتنيات اللي فاضله، لان خد بالك الصور اللي احنا عرضناها من شويه ده المتبقي. هو لما بنى الهرم بتاعه بنى اهرامات صغيره لزوجاته واولاده كمان. فانت بتتكلم في الناحيه الشرقيه من الهرم، يعني انت باصص لمدخل الهرم الكبير هتلاقي ناحية الشمال في اهرامات صغيره. اول هرم صغير اسمه هرم حتب حرس، بس دي مش والدته، دي بنته اصلا على اسم امه، الاميره حتب حرس او حتب حرس الثانيه. وراها بقى بشويه في بير دفن لقينا فيه المقتنيات من غيره من الهرم. حطها في البير، ما هو كان تقريبا كله اتسرق، واخد بالك ده اللي كان فاضل من مقبره. طب كمان نقوله على سنفرو بقى. سنفرو كان بعت 40 مركب بعت 40 مركب للبنان عشان يجيبوا الخشب من هناك، خشب الارز والصنوبر من هناك، تمام؟ و40 مركب، انت متخيل الخشب؟ لان احنا ما عندناش خشب. وطبعا كان في تبادل تجاري مهم جدا بين ليه ما كانش عندنا خشب؟ يعني ايه ما عندناش؟ لا احنا عندنا اولا الخشب الجميز ومش كتير. وشجر الكافور ده كله ايه؟ ده بجيب بعد كده بجد؟ يعني احنا عندنا حجاره، هم عندهم خشب. فكان في، وطبعا عندنا ذهب وعندنا ورق البردي والحاجه، فهو ده كان التبادل التجاري بين المصريين القدماء والفينيقيين. تمام. طيب بعت برضو حملات تعدينيه في سينا عشان يطلعوا البرونز، ولدرجه ان هو في العصر المتاخر في الاسره 26 اللي بدات تاله الملوك المهمين والشخصيات المهمه في الوقت القديم اللي هو في سينا. اوكي. الملك سنفرو، لان هو كان بعد ملك عظيم. وبناء على برديه تورين، واحنا بنسميها برديه تورين عشان هي موجوده في متحف تورين مسروقه طبعا في متحف تورين في ايطاليا. في الغالب هو حكم 26 سنه. اوكي. بعد يجي خوف. صح كده؟ ملك بقى هنتكلم عليه المره الجايه. عظيم 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 ده. عصر العظماء كله. صحيح. بشكرك، شرفتينا ونورتينا كالعاده. شكرا جلاديس حداد، اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع، بكره الجمعه اجازه البرنامج. نكون معاكم على خير يوم السبت. شكرا لكم، باي باي.